معي منسرت محمد عقوبة الناشط الإعلامي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. كيف هي سرت بعد التحرير؟ كيف اختلفت عما كانت عليه؟ نعم، مساء الخير ست ميسون. الآن لا توجد أي مقاومة عسكرية من جانب مسلحي داعش، انتهت المعارك تماما الآن، ويجري تمشيط المواقع والمباني التي كانت تحت سيطرة مسلحي داعش. أيضا يجري الآن مطاردة المسلحين التابعين لداعش الذين يحاولون الفرار، وقادة القوات التي تقاتل داعش أكدت قبل قليل بأن إعلان التحرير بالكامل أو بشكل رسمي سيكون عقب إنهاء كل جيوب المقاومة لمسلحي داعش. الآن تتواصل عمليات التنشيط كما ذكرت لك بمنطقة الاشتباكات، وتقوم القوات بتفتيش المنازل التي كانت تحت سيطرة داعش، ومن المتوقع أن يتم إعلان التحرير في غضون ساعات ربما. وصل إلى المستشفى الميداني قتيل واحد وحوالي 8 جرحى للقوات التي تقاتل داعش. ما زلت تتحدث عن اشتباكات، ذكرت موضوع اشتباكات سيد محمد، أو فقط يعني تأمينة من قبل القوات التي ساعدتها وإنهاء جيوب لداعش، المخاوف من وجود أي عراقيل مفخخات وما إلى ذلك خلفها داعش، صحيح؟ يعني لا نتحدث عن وجود اشتباكات الآن. الاشتباكات كما ذكرت لك توقفت بشكل كامل الآن، لا توجد أي مقاومة عسكرية من جانب مسلحي داعش. قبل حوالي 3 ساعات انتهت المعارك التي اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، ولا توجد أي مقاومة تذكر من جانب مسلحي داعش، فقط عمليات التمشيط هي مستمرة. وقلت بأنه بتمشيط، وقلت بأنه نتحدث عن تقريبا إعلان الكامل للتحرير خلال ساعات قليلة. بظل هذا الحديث، ماذا يمكن أن نقول عن عودة النازحين أيضا، تأمين سرت مجددا لعودة أهاليها؟ كل هذا كم سيستغرق يعني، وما أبرز عناوينه للفتح الفترة القادمة؟ هناك تحديات كبيرة أيضا ما بعد تحرير. هذا يتوقف عن انتهاء المرحلة الثانية التي تحدث عنها المتحدث باسم القوات التي تقاتل داعش العميد محمد الغفري، قال بأن انتهاء المرحلة الثانية مرتبط بعودة النازحين والبدء في المشاريع لإعادة إعمار سرت، والمرحلة الثانية يعني تشمل تفكيك الألغام والقنابل التي قام داعش بزرعها في المنازل وفي أنحاء متفرقة من مدينة سرت. دواحي سرت الآن تشهد عودة تدريجية للنازحين وللسكان، ولكن أتحدث عن وسط مدينة سرت التي شهدت اشتباكات عنيفة مسلحة لأكثر من شهر، خاصة في منطقة الجيزة البحرية آخر معاقل داعش. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معي من سرت، سيد محمد عقوب ناشط الإعلامي، شكرا لك.